الوحيد عشان النصر ما يسجلش فينا ولا جون مبدئيا كده يا جماعه ساديو ماني اللي يمسكه عمر جابر المسلوسي سيد نيمار. الناحيه الثانيه بقى اللي يمسك تاليسكا مين بقى اللي يمسك تاليسكا؟ فتوح يعني محمد طارق وحاتم سكر. في النص بقى كريستيانو رونالدو اللي يمسكه عبد الغني عبد المجيد مين تاني دونجا الزناري عمرو السيسي مين تاني يعني وفي حراسة المرمى عشان لو يعني شاط كريستيانو او لعب بالهد او ده مش هتقدر ملوش ملكة اللي يقف في الجول محمد صبحي وعواد ومحمد نديم برضه نديله فوق الثلاثة يقفوا في الجول ماشي استرى معانا يا رب.